قنوات المجد للأطفال، أمان لطفلك وراحة لبالك. في رحاب المصطفى وبشعك يحكي للنبوة، يكتب من حبر زمزم في قلوب أهل قوة، من محبة كل مؤمن زادها الإسلام قوة، لشرف أهل الأرض خير الأنبياء والمرسلين، الرسول اللي زرع لمسة ذكر وحضارة، إن حللنا بالصدور ولا رحلنا بالصدارة، بعد ما كنا نعبد الشمس ونعبد الحجارة، كيف صرنا خير أمه وخفقت المسلمين، الليالي دايرة والله علم بالمخبة، والمند ما درى بالغيب حتى لو تنبى، والعلم من غير ذكر الله تضيع بها لطبة، لا تجي عبد المعين وفي الوجود أعظم معين، يستحق الحمد مولانا المشهات والمضمد، حامد له وانت حامد تحمد، ما وراء الإسلام دين وقاتم الصفو ومحمد، خير من دول ديار المبشرين والمنذرين، من زرع للناس سير الخير هدي الخير هادي، ما رغب عن سنته مؤمن ولا يرغب بغادي، لأنها سنة نبي ما هي سنة شخص عادي، كان ما نتبع رسول الله نتبع نهجمي، هي عقل هو غلاء هو هو تقدير ولا مرزلة، لا بالله هلا مرزلة، لا بالله هلا واجب مع كل مؤمن هلل وكبر وصلى، ينصر الله والنبي والله خير ناصرين، يوم جاء مبعوث الأخلاق لمكارمها يتمم، جاء سواك الماء وما قطع قدم مثل التيمم، بشر بهذا الكتاب وجاهد بنشر مصمم، رغم ما كانت عليه قريش سمته الأمين، في السماء علم يجيه أسرع منه طول المناشي، والسرى تنقل فضائل سيرته مع كل ماشي. أنا أحب أمي وأبي وأختي وأختي. يا رب يحفظهم لك يا سما، تفضلي كملي. أقدر لهم الاحترام. جميل جدا. في حد ثاني احب تقولي لهم ان انت تحبيهم وتعزيهم؟ ايوه. مين؟ صديقاتي وخالاتي. ممتاز. وعماتي. جميل جدا. انا متحمسة الليلة، حضرت صديقتنا سوسو. وانا بعد متحمسة كثير. انا اخترت هذا الفستان، ايش اخترتي انتي؟ باقي ما اخترت الفستان. ما اخترتي للحين؟ الحفلة الليلة خلاص، أنا بساعدك. وش رأيك، الفستان الأزرق ولا الوردي؟ ما أدري. خلاص الفستان الأزرق أحلى. ما أبي الفستان الأزرق، ما أبيه. أنت تكلميني؟ لا لا ما أكلمك. أبي أروح أجهز علشان ما نتأخر على الحفلة. أنا ما أبي الفستان الأزرق، الفستان الثاني أحلى بكثير. شذا شذا شذا. نعم. إيش فيك للحين ما لبستي؟ بصراحة بقول لك شيء. إيش فيك تكلمي؟ أنا لا خلاص. ايش فيك تكلمي؟ عبري عن اللي بخاطرك. بصراحة انا ما ابي الفستان الازرق. بس هذا اللي مضايقك؟ المفروض من اول قلتي، والواحد لازم يعبر عن رايه ويقول اللي بخاطره. ان شاء الله يا جنى، يلا نروح نتجهز علشان ما نتأخر على الحفلة. اخفى الله القبول، لتبقى القلوب على وجل، وابقى باب التوبة مفتوحا، ليبقى الإنسان على أمل، وجعل العبرة بالخواتيم لؤلؤا يغتر أحد بالعمل، لو كانت الشكل والجسم أهم من الروح ما كانت الروح تصعد للسماء، يدفن تحت التراب، كم من المشهور في الأرض مجهول في السماء، وكم من مجهول في الأرض معروف في السماء، فالمعيار عند الله التقوى وليس الأقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ما شاء الله. ما شاء الله، جميلة جدا جدا جدا. أتفق. عندي حكمة اخترعتها أنا. ممتاز ممتاز ممتاز. هذا شيء من يعني أنت شوفيها من تأملاتك وتفكرك، صح ولا لا؟ أيوه. ممتاز، خاصة فيك. لا سمعينا، أنا صراحة أحب الشخص اللي يكون عنده شيء خاص بتأمل وتفكره هو في اللي حوله. سمعينا. لا أريد 100 صديقة، بل أريد صديقة واحدة تبقى معي 100 عام. علشان ما يفوتك جديد قنوات المجد للأطفال، لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالمقطع.